تحية لكم مشاهدينا، صباح الخير. صباح الخير للجميع. نحن على هذا البت المباشر اللي اخترنا لكم من الطريق الرابطة ما بين قلعة سراغنا حد المحرة. تنشوفوا هناك وليدات جايين عبر الأقدام وعبر الدراجات للمؤسسات التعليمية في هذا الصباح. إذا عنونا هذا المباشر بالمعاناة ديال التلاميذ كيفاش يوصلوا للمؤسسات، وكنعرفوا هنا ان العدد من واحد العدد كبير ديال التلاميذ اللي تيجي واحد المسافه بعيده باش يوصلوا للمؤسسات ديالهم. نتمنوا لهم التوفيق في المسيره الدراسيه ديالهم ان شاء الله. تحيه لكم مشاهدينا. وخصوصا الفتيات القاصرات،
بالتوفيق للجميع، بالتوفيق لجميع وليداتنا، جميع التلاميذ ديالنا، نتمنوا لهم النجاح في المستقبل ان شاء الله تعالى. تحية لكم مشاهدينا، تحية لكل متتبعينا عبر هذا البث المباشر اللي خصصناه وكان عنوان هو معاناة التلاميذ باش يخطئوا واحد المسافة طويلة باش يوصلوا للمؤسسات ديالهم التعليمية. شكرا لكم، تحية للجميع.